حلو الاونلاين مالته، هذا الاونلاين شيد خذ. لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم علي العراقي. اليوم اقدم لكم لعبه تنس خرافيه على اجهزه الاندرويد. ما اعرف موجوده على الايفون ولا لا، اذا موجوده تكون رابط بالوصف. هاي هي الواجهه الرئيسيه للعبه. طبعا اكو هدايا يوميه واكو هنا اعلانات تلغيها. هاي جواز يوميه، هاي المجوهرات شتنا هنا بيها هواي سوالف، انا ما عرفت نكلهم. بس حلو بيها تلعب اونلاين، واللعبه هم يعني لعب اونلاين، واللعبه تحتاج الى انترنت. اذا ما عندك انترنت ما تشتغل اللعبه. فهنا عندك مثلا الدريسنج روم اللي هي مال ملابس، عندك هواي ملابس بيها. هي لعبه يابانيه طبعا، يعني شخصيات كيابانيه شكلها مبينه. هواي ملابس بيها حلوه. بالله اذا اقول لك باي الفتشي مثلا، هذا غاليات لازم هواي. عندي جواهر 2000 ولو 17500 قطعة ذهبية او 2490 جوهرة. بعدني مو واصل. ايش قد الذهب؟ 17000. انا عندي 63. ليش ما يوز الذهب؟ يوز الذهب معول. ما اعرف ليش الشراء ما ديتم عندي. لحظة، شوز هنا شنو ذني؟ ها العلامات والايد وهاي الاكسسوارات نقول عليها او الاضافات. هنا ماكو شي غير الليفل جوه 6. طبعا بيها الاونلاين تدخل على البلاي. هنا الاونلاين هذا اللي هي الماتش، لازم الليفل يوصل 6 اعتقد. الليفل لازم الليفل 6. يلا افتح عندي الاونلاين. اني هذا الاونلاين هي الماتش. هنا المهمات، خلينا نبدا بفد مهمه. طبعا هنا اكو هواي مهمات. الورد ماب اللي هاي انا كنت ما اعرف يعني تيهتها، يمكن هاي الرقم واحد هياته. مثلا هنا بنات عندك هاي الشخصية الرئيسية، بعدين طوني هاي هدية، وبعدين هذا همين. مثلا خلنا ناخذ هن البنات ستارت. بس خلاص اسويكم الضبط. طبعا الكنترول عندك هاي يفر يعني يمنى ويسرى باليد، صعبة فتختاروا هاي. اوكي هذا الكنترول هو المضبوط. على اليمين يطلع لك التحكم. ابدأ. لا يلا يشوف فوقها، بس بعدين تحمي وبالاونلاين قوية. لا هي معول. هاي وين نقطة لي اوت. يا الله لك 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 اوت. نقطة لي. حلوة الرسومات مع الشخصيات، كأنه يعني يابانية مسويها. ماكس حل. هي النقطة عفية.
ماتش بوينت يعني النقطة، يلا اللي قول هو يفوز. طبعا اللي يصير يعني لا، ليش ليش؟ شو هذا صفون؟ غلطت غلطت شناي فزت. غلطت بارتير وين؟ ايوه هلا هلا فوزوني ليفل اب. خرّاوكم هاي الجولة، هذا اللاعب الرئيسي، بعدين يعطيك ثلاثة أو اثنين، تختار أي شخصية تريد تلعب. هاي التدريب طبعا اكو هنا بالله، شنو لازم وين اوديها؟ يمكن لازم اضرب ذولا تماثيل. اي هاي النقطة لازم توجه صحيح بالاصبع اليسار اضرب، هذا نقطة. بعد هذا الاخيرة توجه بيد اليسار السهم، لا ضعيفة هاي، بالضرب هاي حلو هسه هاي، وهكذا تستمر بالتدريب. وهاي يعني لك هاي شنو الضربة هم زين مشين سكسفول. تيم مانجمنت اللي هم يعني الشخصيات مالتك، طبعا يفتح بعد هواي شخصيات. هنا شنو هاي الشخصيات؟ طبعا هواي بيها كومينج سون هذني. اوكي لو ندخل على بلاي الماتش اللي هي الاونلاين تشتغل بالليفل 6 فقط. تختار شخصية بالاونلاين يعني تريد تلعب بالبداية واحدة، بعدين يطوك شخصية ثانية، بعدين الثالثة. والاونلاين ما تدري منو يطلع لك. ستارت جرب بحث هنا لي فوق اعتقد يقول لك اذا تلعب 10 مرات تحصل هدية. حاليا لعبت مرتين ودا اخسر بالاونلاين، طبعا بدا اسيطر ما اعرف ليش. هلا هاي بني، يمكن شكل بنات هذا يعلم فرنسي ولا ما شو، اصفر واحمر وازرق يشبه الفرنسي. يلا هنا عندك هالي دينات تضغط عليها تقول له اوكي نبدا. حلو الاونلاين مالتها، هذا الاونلاين شيد خذ لا. طيب اوكي خربني. من هنا من هناك لك 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 هاي لوتية. دفروب خربني خسرت. طن 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 لا دير بالك دير بالك، مبين عليه لوتي مسيطر واقف بمكانه ولا يتحرك. دهاك هاي خرب اللعب مالتي زعلك. اعطيه صح، هاي الوجوه حلوه بعوه صار عصبي. تلقي ابني.
روح روح قربني. هاي يقول لي هاي هاي فوزي لواتي بالاونلاين. لواتي خسارة هيك ده اخسر بالاونلاين صعبين. بقى صار رقم 3 يعني ده يحسب لي عدد اللعبات بالاونلاين. هنا تضغط على تضغط هنا على اسمه جوين اللاعب يطلع لك كان هذا التنس مره ربحته يعني هديه هم طلع لي هاي الهدايا اليوميه. وهنا من عندك شنو هنا بالله ها هاي العوده ما اعرف شنو ضيفها اضافه اي خلينا نشوف بلاير ديسك القائمه بلاير ديسك اللي هي بيها الشخصيات هو الشخصيات بيها واخيرا لقيت هذا اللون رخيص اشتريته للبنية خطية اخضر يعني حديقة بلاي اونلاين ستارت يوم اخر اونلاين بعد ما لبست الحرمة اخضر اختار ولد يطلعون بنات اختار بنية يطلعوا الولد هاي الوجوه اوكي اونلاين لا يا لوتي يس يس فزت عليه واخيرا فزت بالاونلاين يس اوكي شباب لهنا ينتهي الفيديو. اللعبة حلوة الصراحة والاونلاين ما تحلو بس لازم تكون عندك مهارة حتى تلعبها. انا بعد مقاوم بها الصراحة واخسر بالاونلاين. رابط مال التحميل مال اللعبة بالوصف مجانا ان شاء الله والداتا واي فاي. كان معكم علي العراقي تحياتي.